ووصل البذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر أو بالذي له أضيف الثاني كزيد من الضريب ورأس الجاني وكونها في الوصف. الأصل أن المضاف لا تقال لا تقول الغلام زيد ولا الكتاب محمود لا يقال هذا، لكن غريب أن هذا الوصف تدخل عليه الوصف البذا المضاف وهو الوصف الدال على الحال أو الاستقبال المضاف إلى معموله. تقول زيد القارئ الكتاب، لا شبيه، جاء زيد القارئ الكتاب، جاء زيد القارئ نعت زيد والكتاب المضاف إليه، وصلت ال بذا المضاف لأنها موجودة في المضاف إليه. وكذلك إذا كان مضاف إلى مضاف إلى ما فيه تقول زيد جاء زيد القارئ كتاب النحو، القارئ مضاف إلى كتاب ليست في ال لكن مضاف إلى النحو ونحو في ال. أنا أقول وصل ال بذا المضاف المغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر أو بالذي له أضيف الثاني كزيد للضريب ورأس الجاني. ترك رحمه الله إذا كانت مضافة إلى مضاف وإذا كانت مضافة إلى ضمير ما في ال تقول جاء الرجل الضارب غلامه، صحيح جاء الرجل الضارب غلامه، الضارب مضاف إلى غلام وغلام مضاف إلى ولا ضمير لما في ال جائز. أظهر أنا قوله وكون ماذا قال وصل بذا المضاف المغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر أو ومع ذلك أقول لك الأصل نصبه، الأصل النصب، تقول جاء زيد القارئ النحو أو القارئ كتاب النحو، وهذا مفهوم من قوله وصل بذا المضاف المغتفر. كلمة مغتفر تدل على أن الأصل خلافه. لماذا نصب؟ لماذا نصب مضاف إليه؟ لأن الوصف اسم فاعل يعمل عمل فعله، سوف يأتيك كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه المعزلي. يعرف مفعول به، يعرف مفعولا به، تقول جاء زيد القارئ النحو، القارئ صفة والقارئ تتحمل ضميرا هو الفاعل، والنحو مفعول به منصوب والقارئ لا ينتهي عمل اسم الفاعل. وكونها في الوصف كاف إن وقع مثنى، إذا كانت إذا كان الوصف المضاف مذنا أو جمعا اتبع سبيله وهو جملك السالم تستطيع أن تضيفه إلى ما ليست فيه، تقول جاء الرجلان الضاربا زيد وجاء الرجال الضارب وعمر، جائز لا شيء فيه. قال إن يغنيا عني المستوطنا عدن، المستوطنا عدن، قال ليس الأخلاء بالمصري مسامعهم، بالمصري مسامعهم، إذا كان مفردا وجمع تكسير وجمع أن السالم لا يجوز في ذلك، لا يضاف إلا إلى ما فيه ال. وربما أكسب ثاني أولا تأنيثا، وربما أكسب ثاني أولا تأنيثا إن كان لحذف مهلا، يكسب المضاف إلى المضافة تأنيثا إذا أمكن إسقاط المضاف وإحلال المضاف إليه محله. تقول قطعت بعض أصابعه، بعض مذكر، تقول جاء البعض ولا تقول جاءت البعض، لكن بعض ضيف إلى الأصابع أيضا ولها فاكتسب التأنيث، ولذلك أنيث الفعل، قلت قطعت، وقل تلتقطه بعض السيارة، تلتقطه بعض السيارة، بعض ضيف إلى السيارة مؤنثا اكتسبت من التأنيث. قال إن الذين حقت عليهم كلمات وربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، ولو جاءتهم كل آية، كل مذكر تقول جاء الكل، ما تقول جاءت الكل، لكن كل ضيف إلى آية جاءت العدوى صار أنثى، قلنا جاءتهم كل آية. وعكسه يكسب المضاف إليه المضاف تذكيرا، قال إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله رحمة وضيفت إلى الله جل جلاله وأخبر عنها بقريب لم يقل قريبة. هذه بدون شرط أن تكون مرحلة، لم أسمعك، هذه بدون أن يشترط أن تكون صالحة لأن يحل المضاف إليه محله، لا بد من إحلال محله. تستطيع أن تقول إن الله قريب من المحسنين، هذا نقوله وربما أكسب ثانيا أولا تأنيثا إن كان لحذف مهل أقرأ ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول موهما إذا ورد. الأصل أن المضاف إليه يكسب المضاف تعريفا أو تخصيصا، فلا بد أن يكون غيره لأن الشيء لا يخصص نفسه ولا يعرفها. واحد اسمه سعيد ولقبه كرز، لا تقول جاء سعيد كرز إلا على معنى آخر، أن تجعل سعيد مسمى وكرز الاسم، تقول جاء مسمى الاسم والمسمى غير الاسم، ما اسمك؟ فيصل.
فيصل ليس الشخص الذي أمامي هذا، ليست فيصل، هو غيرك، بدليل أن كلمة فيصل كانت موجودة قبل ولادتك، فهي غيرك قطعا. واضح؟ إذن المسمى غير الاسم، فتجعل الأول مسمى والثاني اسم. جاز، جاء محمد الأمين صلى الله عليه وسلم. محمد الأمين شيء واحد، محمد اسمه صلى الله عليه وسلم، والأمين لقبه. تقول جاء مسمى الاسم فأنا قوله ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى. وأول مهما إذا جاءك في العربية ما ظاهره أن الشيء أضيف إلى نفسه أوله كذلك تقول بطرق. قالوا حضرت صلاة الأولى، صلاة هي الأولى، صلاة الصلاة، صلاة هي الأولى، أضفت الشيء إلى نفسه، تجعل أنك أضفت صلاة وأسقطت المضاف إليه. والأولى صفة للمضاف المحذوف، والأصل صلاة الساعة الأولى. أول تقول زرت مسجد الجامع، مسجد هو الجامع، تقدر نصب مسجد المكان الجامع. حبة الحمقاء، حبة البقلة، الحمقاء وهي الرجل المعروف عندنا المدينة نسميها الرجل، حبة البقلة الحمقاء، هذا من قوله ولا وأول موهما إذا أرد أقرأ. وبعض الأسماء يضاف أبدا، وبعض الأسماء يضاف أبدا، وبعض لا قد يأتي لفظا مفردا، وبعض ما يضاف حتما امتنع، إلاءه اسم ظاهرا حيث وقع، كوحد لبي ودوى ليس عدي وشد إلى يدي للبي. قال بعض الأسماء يضاف دائما، ابن مالك يعتبر كثيرا مفهوم المخالفة. أي وبعض الأسماء لا يضاف، المضمرات لا يضاف، الأعلام لا يضاف، الأسماء الموصولة لا يضاف، أسماء الشر لا يضاف، أسماء وضع مع ذلك بعض الأسماء يضاف دائما. نحو عند وأمام وخلف ولدا وقصارى جهدي وهمادا جهدي ولبيك وسعديك وهذا عليك تضاف دائما. وبعض ذا قد يأتي في اللفظ مفرد وفي المعنى هو المضاف، فقل كل يعمل على شاكلته، كل مضاف في المعنى، التنوين نائب عن ما وظيفه له، كل شخص. وانتم حينئذ اذ تضاف دائما الى الجمل، ومع ذلك جاءت مفرده في اللفظ فقط. واضح؟ وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا. واضح؟ وبعض ما يضاف حتما امتنع الى اسم ظاهرا. ايوه البعض، والبعض يجوز ان يليه اسم ظاهر واسم مضمر، والبعض لا يليه الا الظاهر، والبعض لا يليه الا المضمر. تقول قولوا قولوا لا يليه الا الظاهر، نحن علو قوة ذات، تقول هند ذات تقن، ذات كرم، ذات كرم عليه الصلاة، وقصارتين الاثنين، تقول قصارى جهدي وقصاراه، وحمادا جهدي وحماداه، غايته. وبعضها لا يضاف إلا إلى الضمير وحدة، تقول جيت وحدي ووحدك وحده، ومع ذلك إن مع ذلك تضاف إلى الضمير المتكلم والمخاطب الغائب. وبعضها لا يضاف إلا المخاطب، نحو لبيك وسعديك وهناميك وحلاليك. لا أرضها أنا قوله وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا، وبعض ما يضاف حتما امتنع إلى اسم ظاهر حيث وقع، كوحد لبي ودوى ليس عدي وشد إلى يدين لبي. قال دعوت لمعنى بني مسورا فلبى يدي مسوري، لم يقل لبيك ولم يقل لبيه، قال لبى يدي مسوري، لبي وظيفة اسم ظاهر. هذا قليل.